احنا. اف اوف يا بقى. لهوي ما تخلصونا بقى يا جماعه. انا اسف، انا زهقت زيكم. خلاص احنا هنمضي صلاه الامانه على 30. لا 30 ده كتير قوي، احنا زباينك. انا لسه قايل يا ست الناس 30 كتير يا معلم. هزها يعني، احنا اول مره بس باذن الله مش اخر مره. لا مش هينفع، انا مش عايز اتحط في مشكله مع الاتش ار. انت تعرف مين الاتش ار؟ اه طبعا، لا انا عدم الا مؤاخذه شغال تحتيه. يعني انت فاهم يعني ايه اتش ار؟ ايوه ما دول المرؤوسين بتوعي، فانا مش عايز ارجع اخطفكم تاني عشان نرجع نظبط ايصالات الامانه تاني. حد فاضي للكلام الفارغ ده؟ لا يا راجل. ويا ترى بقى ان شاء الله معاك الايصالات دي ولا لسه هندور ننزل مكتبه ونطبع وننسخ ونجيب حبر وقصه؟ الله عليك يا صوره مطبوعه في قلبي. بس بقى يحجر. لا دي عاملين حسابها ومعانا كتير. انت مستني حد برضه هتخطفه معانا كده هنا ولا ايه؟ لا ده تلاقيه صاحب الشقه بس جاي عايز الايجار. انت ما دفعتلوش الايجار ليه؟ ما احنا قلنا بقى نخلص المصلحه دي ونخلع. نخلع وما ندفعلوش ونعيش في شقه حرام حرام. احنا كده كده اصلا خاطفين ناس. يا جماعه نفتح الباب الاول وبعد كده نشوف مشاكلكم. يمكن يطلع البوليس ونخلص. يلا روحوا افتحوا. صح صحيح. والله يهب. انا عارف مام، انا بجد عايزه ادخل التويلت. مش وقته ابدا دلوقتي. ايه انت؟ انت اللي عامل فينا كل ده؟ ازاي؟ ده كان معانا لما المكالمه جات لنا. واتاري كان مرقدها بلقم. صحيح قصير بس جبار زي ما احنا. حسام السلاح بقى هنا. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه اللي انتوا عملتوه؟ عرفتوا منين ان انا ظابط بقى؟ الهيبه يا باشا. اصل انا كبرت الموضوع وجايب عربيتين امن مركزي تحت، ومعرفش انتوا بالسذاجه دي. احنا ادفع من كده يا باشا، السلاح اصلا فاضي. انت يالا مش حسين يالا؟ ده خد توأم يا باشا، بس الزعرورة جات له في عينه. يا باشا أخوك كبير، نازل قبل منه بحوالي 3 دقايق. طب مش جاي أعرف قصتك أنا هنا. ادخل يا بويكا. بويكا! 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 فكين يا بويكا؟ ولا أنت شبه حد في بالي يالا؟ ما طلعش هو، ما طلعش هو، طلع أخوه. هو نفس الغباوة باين. والله العظيم أنا مش عارف إزاي ما فكرتش في موضوع الحبل ده من أول. أنا الأول، أنا عايزة أدخل الحمام يا بويكا. يا بويكا ضربوني. محدش يرمي الحبل، هنستخدمه غسيل. وأنا والنبي الحقوني، دول ضربوني وعذبوني ولسعوني بالشمع. ما تقفريش يا فوقية، ما أكيد هيتثبت. فك مهم، فك مهم. أنا عايز القصة. إحنا هنخش الحمام بس مش في بيت العصابة. عندنا بيت نخش الحمام فيه. طب والنبي فكني. واحدة واحدة يا دكتورة. أنا خلاص وعن كده ليزيز فيرست. وأنا هنزل معاهم يا باشا. لا انت هتتحبس معايا ان شاء الله. الله يخرب بيتك يا جاكي. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.